رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير أحبتي متابعي وكالة النجوم الإعلامية. الآن في شارع المتنبي القلب النابض للعاصمة بغداد. الآن وهذه الأجواء الرمضانية سنستطلع معكم آراء المتواجدين حول الجامعات الأهلية وما يتعلق بها من سلبيات وإيجابياتها. اكو فرق بين انه الجامعات الاهليه تستقبل المعدل معدل 53 للقانون، والحكوميه الجامعات الحكوميه معدل 90 تقبله قانون. شنو الفرق بين القانون الاهلي والقانون الحكومي؟ نقول فرق ماده فلوس.